بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هل تريد أن تكون عزيزا؟ هل تفكر أن تكون قويا؟ هل تفكر أن تعيش إنسانيتك باستقلالية وأصالة من دون أن تستعبد نفسك لأحد أو تذل نفسك لأحد؟ أن ينطلق قرارك من داخل نفسك بكل حرية، وأن تتحرك إرادتك في كل قضايا الحياة بكل استقلال. هل تريد ذلك؟ إذا كنت تريد ذلك فلا تفكر بالناس من حولك، لا تفكر أن يعطوك قوة أو عزة، لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكونه لك؟ ولأنهم إذا أعطوك شيئا فإنهم يريدون منك مقابلا له. إذا أعطوك مالا فإنهم يريدون أن تبيعهم موقفك في مقابل أموالهم، وإذا أعطوك جاها فإنهم يريدون لك أن تتنازل عن إرادتك في مقابل ما يعطونك من جاه. إذا كنت تريد أن تكون عزيزا فإن الناس لن يعطوك العزة. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، هو الذي يعز من يشاء وهو الذي يذل من يشاء. العزيز هو من أعطاه الله بعض أسباب العزة، والذليل هو الذي سلبه الله بعض عناصر العزة. فإن الشريف من شرفته طاعتك، والعزيز من أعزته عبادتك. أنت عندما تذل نفسك لربك فلن تخسر شيئا من نفسك، لأن عبوديتك لربك هي سر وجودك. فالله إلهك، إلهك الذي خلقك، وهو ربك الذي صنعك ورزقك وأعطاك، والذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لذلك أنت عندما تتذلل لله فإنك تعتز به، لأنك تنتمي إليه. وعندما تتواضع لله فإنك ترتفع به. أما عندما تتذلل لعبد من عباد الله فإنك تسقط عزتك أمام شروطه وأمام ما يريده منك. لذلك إذا كنت تريد العزة ففكر: أنا إنسان خلقني الله ولم يخلقني غيره، والله خلق الناس من حولي، والله هو المهيمن على الأمر كله، والله هو المهيمن فوق عباده، فالله هو القادر على كل شيء وهو الكافي من كل شيء ولا يكفي منه شيء. إذن
علي أن أرتبط بالله ولا أرتبط بغيره، لأن الله هو وحده الذي يملك القوة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب. هل تريد أن تعرف كيف تعيش مع الله؟ لتكن كلماتك الكلمات الطيبة، والكلمات الطيبة هي كلمات الحق في مقابل الكلمات الخبيثة وهي كلمات الباطل، هي كلمات العدل في مقابل كلمات الظلم، هي كلمات الحرية في مقابل كلمات العبودية. إليه يصعد الكلم الطيب، كل كلام فيه منفعة للناس من حولك وللحياة من حولك، كل كلام فيه خير للناس وفيه خير للحياة ولنفسك. هذا الكلام لا يحتاج إلى شيء يصعد به، هو يصعد. الكلمة الطيبة يحبها الله ويرضاها الله، وهي تتمل على العناصر التي ترتفع بها إلى الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكما أن عليك أن تعطي الكلم الطيب الذي يرتفع إلى الله، فعليك أن تركز حياتك في العمل الصالح. العمل الصالح فيما أوجبه الله عليك من عبادته، وفيما أراده الله لك من نفع غيرك من الناس الذين تتصل مسؤوليتهم بمسؤوليتك، والعمل الصالح يرفعه. فالله سبحانه وتعالى يرفع العمل الصالح إليه. فإذا جئت يوم القيامة فستجد الكلمة الطيبة عند الله، وستجد العمل الصالح عند الله. كلمات الإيمان تتحرك في رحاب الله، والعمل الصالح ينطلق قريبا من الله، فتكون القريب من الله من خلال كلماتك، والحبيب إلى الله من خلال عملك. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات، يتحركون في معصية الله، ويحاولون أن يلفوا ويدوروا، ويحاولون أن يدبروا في الخفايا حركة السيئات المتصلة بحياتهم والمتصل بحياة الآخرين، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. فإذا أمهلهم الله في الدنيا فلكن الله لن يهملهم في الآخرة، لهم عذاب شديد. ومكر أولئك هو يبور، لن يبقى مكرهم، لن يتركز، بل يهلك ويذهب ويزول فلا يبقى منه شيء. هناك فرق بين الكلام الطيب. الله يحدثنا في آية أخرى: ألم تر أن الله ضرب مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها عمق، ما لها من قرار. لذلك عندما تأتي الرياح فإن الرياح تذهب بها وتسقطها. وهكذا المكر والحيلة وكل ما يتحرك به الإنسان بعيدا عن الحق وبعيداً عن الله سبحانه وتعالى فإنه سيذهب وسيزول، وتبقى الكلمة الطيبة
متجذرة في واقع الحياة، ويبقى العمل الصالح متجذرا في أعماق الأرض وأعماق الإنسان. والله خلقكم من تراب، خلق آدم من تراب، إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وخلقكم أنتم من تراب، لأن النطفة تنطلق من الدم، والدم ينمو من الغذاء، والغذاء ينطلق من لحم يأكل عشبا، ومن عشب ينطلق من التراب، وحبة القمح من التراب، وكل ما تأكله من فاكهة وغيرها أصلها تراب، فأنت كنت ترابا ثم تحولت غذاء ثم تحولت دما ثم تحولت نطفة، وسارت الرحلة بعد ذلك، تحولت النطفة إلى علقة إلى مضغة وهكذا. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، فالله قد يخلق أناثا ويخلق ذكورا، وما تحمل من أنثى قانون هذا التناسل وقانون الحمل ولا تضع إلا بعلمه، لأنه هو الخالق، وألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وما يعمر من معمر ممن ينطلق في حتى يبلغ من العمر أسفله، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، في قانون، في علم الله، من خلال ما أودعه الله في حركة الإنسان في حياته وموته من قوانين. إن ذلك على الله يسير، لأن الله هو الذي خلق الخلق، فهو الذي يملك أن يعطي الإنسان عمرا إلى أن يعيش أسفل السافلين، وقادر أن يجعل هذا العمر محدودا، ينقصه هنا ويكمله هناك. وما يستوي البحران، هناك الماء على قسمين، هناك بحر، والبحر قد يطلق على النهر أيضا. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات، عذب طيب فرات سائغ شرابه، تستطيع أن تشربه وتلتذ به، وهذا ملح أجاج لا تستطيع أن تستسيغه. ومن كل تأكلون لحم طري، تأكل ما عندك سمك بحري وسمك نهري، تأكل لحم طري من النهر من الماء العذب الفرات، وتأكل سمك بحري من الماء الملح الأجاج، وترى الفلك فيه مواخر تسير لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اذكروا الله فيما أنعم به عليكم، وليكن ذكركم لله شكرا، حتى تعيشوا نعمة الله في وجدانكم كما تعيشونها فيما تأكلون وما تشربون وما تلبسون وما تسكنون وما تتحركون فيه. يولج الليل ثم قوموا بجولة، ولا تذهبوا بعيدا، عندما تتحرك فصول السنة فقد يزيد الليل، فكأنه دخل في النهار وأخذ منه قطعة. يولج الليل في النهار، يعني يدخل الليل، يكون متساويين مع بعض بالأول، يدخل الليل في النهار فيأخذ من النهار قطعة، فينقص النهار ويزيد الليل. يولج الليل في النهار ويولج النهار في فصل آخر، يدخل النهار في الليل فيسترجع النهار القطعة التي أخذها منه الليل. وسخر الشمس والقمر، سخرها لكم حتى تأخذ الدفء والحرارة والضوء
وخصاوى عناصر الحياة التي تمنحها الشمس للأرض وللنبات وللإنسان والقمر، كل يجري إلى أجل مسمى، لكل واحد منهم قانون ومشار في دائرته، ثم له امتداد وسيبلغ نهاية الامتداد عندما يريد الله ذلك. وذلكم الله ربكم. هل تريد أن تعرف ربك؟ اعرف ربك في عظمتي، في سر الليل في ظلامه، وسر النهار في شروقه، وفي كل هذه البحار والأنهار التي تتحرك. اعرف ربك، ذلكم الله ربكم، له الملك ولا ملك لغيره، لأن ملك غيره مستمد من ملكه. والذين تدعون من دونه، من كل هؤلاء الذين تركضون وراءهم لأنهم يملكون شيئا من المال، وتنحنون بإرادتكم أمامهم لأنهم يملكون شيئا من الجاه، وتسقطون أمامهم لأنهم يملكون شيئا من القوة، ادرسوا نقاط ضعفهم، انظروهم عندما يمرضون وعندما يتألمون وعندما يضعفون، انظروهم في نقاط ضعفهم كيف يتحولون إلى موجود لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ماذا يملكون؟ ما يملكون من قطمير. القطمير هو هذه هيك الشيء اللي يكون في طرف النواة، هيك شيء لا يشعر به الإنسان في هذا، مثل غشاء بالنواة أو ما أشبه ذلك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم لا يملكون ذلك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم لأنهم لا يملكون الاستجابة. من يستجب لك هو الذي يملك القدرة على أن يعطيك ما تريد منه، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. تعبد هذا وتترك عبادة الله، وتطيع هذا وتترك طاعة الله، وتنصر هذا وتترك نصرة الله في أوليائه، وتنطلق هنا وهناك. ويوم القيامة وبرزوا لله جميعا وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. والله يحدثنا عن موقف آخر، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني تبرأ الزعماء والرؤساء من الزلم، والأيام أيام الزلم، هذه هذا زلمة فلان وهذا زلمة فلان وهول زلم فلان وهول جماعة فلان، مش ماشي الموسم هالأيام ما شاء الله ماشي هذا، والعبيد يتحركون والسادة يتطاولون، والعبيد ماشيين، الغنم ماشي، الغنم هذا يملك له 1000 رأس غنم، ذاك يملك له 10,000 رأس بقر وما إلى ذلك، والغنم تسير والجزار يتقدمها ولا تعرف إلى أين تسير. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ما لنا شغل فيكم، ما مسؤولين عنكم، لا تحملون مشكلتكم، لا تحملون وزركم، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، العلاقات كلها راحت. وقال الذين اتبعوا أخ لو أن لنا كرة، لو الله يرجعنا فترة انتخابية، فترة مشكلة حرب يحتاجون نحارب معهم، يحتاجون، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك. الآية فهموها مليح،
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يصير يجر الحسرة، كيف كنت بيمشي مع فلان، كيف كنت بيمشي مع فلان، وهكذا. ويوم يعض الظالم على يديه. أنا دائما أقول لكم يا شباب، اقروا القرآن مش بالقاموس، اقروا وتطلعوا القرآن كيف يمشي. ترى القرآن له رجلين، يمشي بالبيت، بغرفة الصالون، بغرفة النوم، بغرفة الطعام. القرآن يمشي بالشوارع، يحضر الحفلات، يحضر المهرجانات، يحضر كل المعارك. القرآن ماشي، كان يمشي مع المسلمين، يواكب كل مسيرتهم، وعلينا إحنا نمشي القرآن في كل حياتنا. ويوم يعض الظالم على يديه، ظالم لنفسه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، ينادي بالويل، ليش شو ليش ليش ما مشيت مع الرسول؟ يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. صاحبت فلان، فلان قريبي، فلان صديقي، فلان جاري، فلان ابن ضيعتي، ومشيت مشيت معه، وهو أبعدني عن الخط. لقد أضلني عن الذكر، عن ذكر الله وعن خط الله. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، وأنا إلك، وأنا بدفع عنك. فلما كفر صار الشيطان تقي، قال أني بريء منك، لا تحملني وزرك، أني أخاف الله رب العالمين. ما فيه بعض الناس هيك يورطك، يدخلك بالمشكلة، يدخلك بالفتنة، يبعث يدفعك إلى المعصية، ولما تجي يا جماعة تعال خلصني أنا تورطت، قال لا ما لي شغل، ليش أنت رحت؟ ويوم القيامة كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هون أيضا ويوم القيامة يكفرون بشرككم، لأنكم جعلتموهم شركاء لله في الطاعة في العبادة. الله بيقول ولا ينبئك مثل خبير. ترى اللي عم يحدك مين؟ الله عم يحدك، الله اللي يملك الدنيا والآخرة، الله اللي يملك يوم القيامة، الله اللي يملك الأمر كله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله عم ينبأك، ولما الله ينبأك الشيء ويخبرك، فالله هو أصدق من أخبر، وهو أعلم من أخبر بما يخبر. ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس، لا تشوفوا حالكم أغنياء وتقول على أنه أنا ما محتاج حدا، شو تحكوا لي الله؟ مثل ما صاحبنا قارون أنه لما قالوا له شوف الله كذا، قال إنما أوتيته على علم عندي. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. كيف يعني إحنا فقراء إلى الله؟ فكروا هلأ، كل واحد يطرح خيالاته، ممكن تمر لحظة أنت تستغني بها عن الله؟ فكر مين انت؟ اجهزتك هاي اللي تمشي بجسمك، تمشي في جسمك، عينك اللي تبصر فيه، اذنك اللي تسمع فيه، لسانك الذي تنطق به، ايديك، رجليك، مين اللي عم يحرك هالأجهزة الموجودة في جسمك ويخليها تشتغل ليل ونهار بدون اجازة وبدون ما تتوقف ابدا؟ مين؟ الهواء اللي تتنفسه منين؟ تقدر تستغني عن جهاز من أجهزة جسمك؟ تقدر تستغني عن الهواء الذي تتنفس؟ تقدر تستغني عن الماء الذي تشرب؟ عن كذا؟ فأنت فقير إلى الله بكلك، ما في هناك شيء يمكن أن تستغني عن الله سبحانه وتعالى مقدار لحظة. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد.
يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد كما أذهب آباءنا وأجدادنا. هل تحس منهم من أحد؟ بنحس الآن قديش في ملايين راحت قبلنا. في واحد يحس أو تسمع له ركزة كما يقول الله في آية أخرى: إن يشأ يذهبكم ويأتي، قال لكم كونوا فكنتم، ويقول لكم زولوا فتزولون. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. هو الذي يحيي ويميت وإليه ترجعون. ولا تزر وازرة، الله عادل، أبوك إذا أخطأ ما يحملك وزر أبوك، ابنك إذا أخطأ ما يحملك وزر ابنك إلا إذا كنت سبب في وزره. الزوجة لا تحمل وزر زوجها، والزوج لا يحمل وزر زوجته إلا بمقدار علاقته ما حدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ما في كل واحد هذا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. ولا تزر، الوزر هو الثقل، يعني ما حدا بيحمل ثقل غيره، كل واحد يحمل شياته على ظهره. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. تمشي أنت وظهرك، الذنوب تثقل ظهرك، يمر عليك ابنك: يا ابني تعال شيل عن ظهري شيء من الذنوب، يا أخي تعال شيل عن ظهري. ما حدا، كل واحد: يا ربي نفسي نفسي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما حدا فاضل حدا. وهذا القرآن يعطينا إياها: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. حتى لو أقرب الناس إليك ما بيحمل عنك شيء، فدير بالك، رتب شياتك من هلأ، شوف ظهرك قديش بيحمل، قديش بيحمل. هلأ بتحمل أنت أكثر ما يتحمل ظهرك؟ مفروض ظهرك يكون خفيف، ما يكون ظهرك ثقيل. إمام زين العابدين سلام الله عليه في مناجاته لربه قل: ويلي إذا قيل للمخفين، اللي ظهرهم ما خفيف ما في سيئات، إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أمع المخفين أجوز أمع المثقلين أحط. ويلي كلما كبر عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي. فتح من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والإمام هو المعصوم الذي لم يذنب أي ذنب في كل أموره، ولكنه يقول: أنا الإنسان، يتكلم من خلال صفته الإنسانية: أنا الإنسان. لأن الإنسان بحسب طبيعته يتحرك في هذا الاتجاه. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر يا محمد الذين يخشون ربهم بالغيب، يخافون ربهم وهم لا يرونه، لأنهم يعيشون الإحساس بحضوره في أصل وجودهم. وأقاموا الصلاة، ومن تزكى، من زكى نفسه، من طهر نفسه، من صفى نفسه، من نقى نفسه، من حاسب نفسه، من حاكم نفسه، من جاهد نفسه، ما إله جميل على الله. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. والحقيقة الأساسية: وإلى الله المصير. آخر الأمر لله سبحانه، كلنا رايحين،
في حياتي هذا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل الناس ماشية إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الله يقول: يا جماعة، ترى كل شيء على شكلين، شكل يريح وشكل يتعب. وما يستوي الأعمى والبصير، والسير في طريق الضلال عمى وفي طريق الهدى بصر. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، الكفر ظلمات والإيمان نور. ولا الظل ليعطيك البرادة برودة والانتعاش، ولا الحرور السموم هالهواء الحار. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، لأن الله هو بيده الأسماع. وما أنت بمسمع من في القبور. في بعض الناس تحدثهم كما لو كانوا موتى. إن أنت إلا نذير. وقد أنذرنا رسول الله بما أنذرنا به الله من لقاء يوم القيامة، وما يقف وما يبلغه الإنسان يوم القيامة. فعلينا أن نستعد للقاء الله، وأن نستجيب للبشير النذير، لنحصل على البشارة: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والحمد لله رب العالمين.